بين الدول. نحن بلشنا مدام نصور معك فيك. اوكي اوكي فانت على رجعي قولي. نحن عنا اتحاد ارمان اللي بيدافعوا عن الحقوق الارمان, عنا اللي بيدافعوا حتى نرجع الاراضي اللي موجوده بتركيا بكل الوطن, حتى بامريكا بلبنان بكل الاحزاب عنا باستراليا وين ما كان, لانه نحن شعب مقاوم. الاثبات انه نحن بعدنا صامدين على اليوم. بتشوفي انت بكندا كل ارمن بيحكوا ارمني بالبيوت, انما كل اللبنانيين بيحكوا فرنساوي. ما في بالضبط, والدليل انه حافظتوا على لغتكم, انتم كلكم تحكوا ارمني, تراثنا. ايه وفي تجمعات ارمنيه, يعني انتم ما دبتوا كمجتمعات بالمجتمعات الاخرى. بس نحن كثير عم نلاقي الصراعات ضد من الاسرائيل, لانه التركية هيدا المال وهن متحدين معه, فنحن ما عم نقدر نسترد ونعمل شيء لانه هن اقوى قوي اقتصاديا, مع انه يعني الخلاف, لانه نحن الشعب الارمني شعب عظيم, بس الشعب الارمني ما بيشتغل كل الوسائل ليوصل لهدفه. وهذا الفرق بينه وبين غيره. عنده اخلاق, هذا كان جوابي صح, لانه لو ما عنده اخلاق كان مش شو الفرق بين الارمني والاسرائيلي؟ يعني انا بسمع كتير اقوال من ضمنها الاسرائيلي الفرق معتو. بين الاسرائيلي نحن بنقول نحن شعب مثل اليهود, لانه نحن بنتجمع وبنلف على بعض. الفرق بين اليهود الاسرائيلي او الارمني انه الاسرائيلي او يعني اليهودي اذا عنده شيء بيبعت جاسوس بنات تبعه لهون يكونوا سكسي ويغروا البقية. نحن الارمن ما بنبعت, ما بنعمل, بنحمي بناتنا, ما بنستغل كل الظروف, ما بنستغل جمالنا, ما بنستغل بناتنا لاهدافنا السياسيه, ما بنستغل اللي عنا اياهم بس لنوصل لهدفنا. ما بتتنازلوا عن شرفنا, ما بنتنازل عن شرفنا. والاثبات اذا بنفوت على تاريخ المجزره بنشوف انه قديش البنات الارمن كبوا حالهم من الجبال لتحت, كبوا حالهم من القلعات وبالنهر حتى ما يغتصبوا من قبل جنود العسكر الأتراك وقتلوا حالهم. وهذا الموجود وانكتب من مش منا, كتب بالجرايد الألمانية يلي كانوا واقفين وعم بيصوروا والصور موجودة, وهن ما شاركوا ليدافعوا عنا. ومثل ما الألمان ليه ما دافعوا عنكم؟ لأنه بعتقد هيدي الشغل كان غريب. الألمان مسيحيين, مش بس الألمان مسيحيين, الألمان زيت الأصل مئارية مثل الأرمن. زيتين جايين من زيت الـ من زيت الاوريجين, من زيت الاصل. بعتقد انه القصه السياسيه كان اكبر من هيك. اثينيه يعني اثينيه القصه, اثينيه ودينيه وحرب الحضارات وحرب الديانات. صح. تحسي انك مضطهده كهرمانيه؟ كثير. ما بتنسي؟ اكيد ما بدي انسى. هلا جوزي انا بعلم, انا لو هلا انا ما عندي اولاد, بس انا اصلا قلت لجوزي قلت له لو انا نحن عندنا اولاد اكيد بدي اعمدهم بكنيسه الارمن, بدي ابعت على مدرسه ارمني, لانه انا عندي دين لوطني, عندي دين لشعبي. حلو. عندي دين لانه انا مليونين ارمن ما تذبحوا على الفاضي, ما تذبحوني لان اجي انسى كل شيء ورث, ما هن عملوا ليضلوا ارمن. طب انا هاي الشغل الصغير الوحيد, هن تذبحوا وماتوا جوا واكلوا اللحم الميتين حتى يعيشوا, وتخبى جدي تحت الاموات حتى يوصل على المياتم, وشاف اخواته 13 ذبحوا. لانا بالاخر انسى تقاليدي, انسى اصلي وثقافتي, ما هيدا الدين لوطني, هيدا دين لالهم للاموات. وين انا, وين اخلاقي, وين اصلي؟ ما هني عطوني هالاصل, انا بدي افتخر فيه. ما هيك؟ مين في مشاهير ارمن بالعالم؟ عنا شارلز دافور, عنا شير يلي شير ساركيسيان, شير ساركيسيان, كيم كارداشيان يلي ما بقى انه كيم ارمنية وبيحكوا ارمني, بتحكي ارمني, وراحت وحكت المرة عن المجازر الارمن. بتضحك. ما هيك؟ ليه بتضحك؟ لانه يعني اوقات في كتير ناس نحنا بيقولوا بيصيروا هيك اجواء ارمني وقت اللي هني بدهم. انا مش مع هالشغله. بس شيز امريكان يعني it doesn't matter بعدها. It doesn't matter if you're American or not. We have a lot of American Armenians who are very very educated. It doesn't matter if they are celebrities or not, but they do not have يعني they really are Armenians always, all the time. You cannot be Armenian today and tomorrow you cannot be, like you cannot believe in God today and tomorrow you forget it. You are either like this or that, right? You're either Armenian or not, you either believe in God or not. And شو ما كان يكون فيك كل شوية تغيري. بعتقد ما عندها, بس كمان انه يعني حلو انه بعد عم بتستعمل اسم عائلتها. يعني عنا كتير التيشير وشير عنا كيم كارديشان, عنا المخرج الكبير الام جي ام. الام جي ام لألكم؟ الام جي ام ببيجاس. ايه ام جي ام, ايه ام جي ام هاي. هيز ارمينيان دي اونر.
The owner was Armenian. هلا ما بعرف إذا بيعه بس من 22 years he was Armenian. This is as much as I remember لأنه كان عندي أنا website فتت كل المشاهير هونيك بس ما بعرف ليش هلا عم بنسى. إيه نحنا مرة عملنا تحية وشفنا قد إيه عدد الأرمين. العرب الأرمن. في أكيد نشان ديهارتينيان زميلي يا حبيب قلبي وزافين وكيم جان تحية لإله كمان. بولا. كل الزملاء بولا يا عقوبيان ويعني أنا وقالز. أنا بقول نعم. Who else؟ ليسا كيسيان أرمنية كمان أوكي الكوميديان الشهير أشهر كوميديان بيير شمسيان أرمني و نعم رسام في عنا النحات زافي خدشياني اللي عمل التمثيل بكفية نعم هاروت هاروت مزبوط بازيليان شو بازيليان ايه وكمان بحب اقول انه هلا اشهر واحد اللي بيرقص مع مادونا بفرقه مادونا اللي شيز فيري فيري انتيم معه كمان ارمني نسيت اسمه بامريكا نسيت اسمه هيز ارمينيان نسيت بس برضه بحسكم مثل الاقليات يعني ما قدرتوا تبسطوا حضوركم عالميا يعني بيقولوا ارمن ليه بيقولوا ارمن يعني غربة بس انا بنبسط ما نحن عملنا ليبين هيك ما حبينا نختلط ليش بدي اختلط بس انت جوازتي لبنان يا عارفي لانه هو ما اختار ليكون هو لبناني انا ارمنيه انا اخترت بقلبي بس افكاري والدين لشعبي واصلي شيء تاني انا بقول له لنضال بقول له انت قلبي مش ارمني نضال الغريب نضال غريب غريب هلا بالبيت حتى انا الالفابي الارمني بطبخ ارمني وبجرب دائما احكي ارمني اذا بيكون عندي شعر بدي روح القي بيعزموني حزب ارمني بروح اكيد يعني بحكي وبلقي الشعر كمان بالارمني بيكون معي يعني ما عم بيفهم بس بمسد وانا معلمته كتير يعني تاريخنا عندي مكتبة مليئة بالكتب بالارمني هو ما ادري يعلمك العربي وانت علمتك الارمني اوكي ثانك يو